كنا نتحدث عن العنصرية، ولكن هذه المرة عنصرية مش من نوع آخر، مألوفة جدا لنا، وبالأخص لما نتحدث عن مباراة كرة قدم تجمع فريق اتحاد أبناء سخنين والفريق الأكثر عنصرية أعتقد في التاريخ بتار القدس، وما حدث في المباراة الأخيرة يلي أقيمت على استاد تيدي في القدس بحضور وزيرة الرياضة والثقافة ميري ريجيف، وما حدث مع كابتن فريق اتحاد أبناء سخنين اللاعب خالد خليلي عندما قام بإحراز هدف قام بالسجود على أرض الملعب، الأمر يلي أثار حفيظة وزيرة الرياضة والثقافة وأدلت بدلوها المعتدين عليه. لنقف أكثر عند تفاصيل هذا الحدث، اسمحوا لي أرحب عبر الخط الهاتفي باللاعب خالد خليلي. مساء الخير خالد. مساء الخير لك ولجميع المشاهدين والمستمعين. اهلا وسهلا فيك خالد. يعني انا تحدثت هيك عن يعني ما حدث على ارض الملعب باختصار، ولكن دعنا اكثر بصوره ما حدث في تلك اللحظه. ايش طبيعي، انا بني ادم اللي كل هدف بنحرزه في فريق اتحاد سخنين، فاكيد بشكر ربنا عز وجل، فبسجد ان كان باي ملعب إن كان بأي مباراة، مش بس ضد بيطار القدس. الكل بيعرف جمهور بيطار القدس وعنصريته وكرهه للعرب. في بعد ما سجلنا هدف ضد بيطار القدس أنا قمت بالسجود، فهذا أغضب جماهير بيطار القدس والوزير ميري راجب. للأسف وزيرة الرياضة اختارت تشجع فريق بطار القدس الفريق العنصري. وكان مفهوم ضمنا يعني انه ميري راجب مش رح تيجي تشجع اتحاد ابناء سخنين يا خالد. لا هو مش انا بدخل انه ميري راجب اليوم واقفه، شفنا كل صوره ميري راجب واقفه مع جمهور بطار القدس، ولما كان جمهور بطار القدس يغني شي شرف لخدم اطفال الحرق يعني نحرق القريه، فهذا شيء مؤسف ومخجل الى وزيري انه توقف بهذيك اللحظات مع جمهور بيطار القدس لو هن يغنوا هاي الأغنية. خالد يعني دعني اتحدث، يعني ذكرت ببدايه حديثك انه يعني هذا امر معتاد لكل لاعب ان يعني يشكر رب العالمين على احراز هدف، كل شخص بطريقته بغض النظر عن انتمائه الدين، يعني كل شخص يعني يعبر عن شكره لرب العالمين بطريقته. حضرتك اخترت السجود، وهي مش اول مره يعني يقوم اي لاعب بالسجود على ارض الملعب، شو كان مختلف هاي المرة وشو دعا الوزير ريجيف لإصدار كل ما أصدرته من استنكار لهذا الحادث، بالرغم من أنه يعني الحكومة الإسرائيلية تلوح بحرية العبادة، يعني شو كان هناك، شو كان جديد بهذا الموضوع؟ أكيد طلع هو الإشي اللي وجعهم أو يألمهم أنه الفريق اتحاد سخنين سجل هدف في مرماهم، هذا الاشي اللي حسب رايي اللي اغضبهم اكثر من قضيه السجود. كانت قضيه السجود هي بس كيف بيقولوا اشي بسيط اللي كانت يغضروا، يعني القش اللي كسر ظهر الجمل زي ما بنحكيها بالعاميه. بالضبط هيك. اليوم كيف بدي اقول، انا برضه الوزير ميرجس اعطت فرصه لهذول المخربين. انا اليوم شخصيا توجهت لشرطه مسقاف وقدمت بلاغ ضد عدد كبير من جمهور بطار القدس اللي وصل من رقم الهاتف تبع الخاص، واليوم كان عندي وصلني الاف المكالمات والاف الرسائل وتهديدات، فاليوم انا قدمت بلاغ بشرطه مزقط. فانا بقول هذا الشيء، يعني لو انه ميري راجب وزيره الرياضه منعت كانت تمثلنا على الشيء من قبل ما يصير خلال المباراه، بس اليوم لما الاشي محكي بفريق اتحاد سخنين فريق الوسط العربي فاكيد كل شيء بيختلف. يعني والسؤال الاخير خالد، يعني بعد كل هذا الهجوم من قبل، يعني دعنا نقول هجوم الجمهور، هو ليس بالغريب عليكم كلاعبين في فريق اتحاد ابناء سخنين، وليس بالغريب على اي شخص يعرف جيدا مدى عنصريه فريق بيطار القدس، ولكن الهجوم من وزيره الرياضه التي يتوجب عليها ان تكون مسؤوله بتصريحاتها وبكل ما تقول، وبالاخص انها وزيرة
غزيرة للجميع يعني. هل ستقوم بأخذ إجراءات أخرى كإدارة فريق اتحاد أبناء سخنين بحق الوزيرة ريجف بعد هذه التصريحات وبعد هذا التحريض، تحريض جمهور بطار القدس على اتحاد أبناء سخنين؟ أكيد اليوم سمعت أنا برضو إدارة سخنين راح تقوم باجتماع وراح تبحث كل الأمور هاي. أكيد راح يكون في إن كلمة بهذا الشأن، لأنه مش راح الإشي يمر هيك، لأنه اليوم الإشي بضر فريق عم سخنين وبكرة بأي فريق من الوسط العربي. فأكيد لازم يكون حل جذري لهي القصة العنصرية ولقضية العنصرية. وحسب رأيي لازم الاتحاد العام والقائمين على والمسؤولين لازم يعاقبوا جمهور بطار القدس بعقوبة صعبة عشان يتعلموا هذا الجمهور انه يحترموا الغير. على امل اللاعب خالد خلايلي كابتن فريق اتحاد ابناء سخنين، شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك على هاي المداخله، وكل النجاح والتوفيق لفريق اتحاد ابناء سخنين في كل المباريات. وطبعا دائما هيك رافع راسنا بالعالي هذا الفريق مما يحقق من انجاز تلو الاخر.